النهاردة زي بكرة زي بعده. لو في ايدك تدي واحد جائزة التميز تديها لمين؟ السنة دي هديها لإياد نصار. طيب ايه هي الأدوات اللي مش بتستغنى عنها في اللوكيشن؟ جزر المساعد بتاعي ما اقدرش استغنى. طيب في العموم وانت نازل من البيت مش بتستغنى عن ايه؟ مش بستغنى عن ايه؟ عن الجزمة أكيد، يعني هنزل حفي ما أكيد في حاجة مش هستغنى عنها. عن الموبايل برضو بقى شيء مزعج. لو هتوصف طريقتك أو أسلوبك بجملة هتقول عليها ايه؟ والله السهل الممتنع. أكتر لون بتحبه؟ الأبيض. لو ما كنتش فنان ايه الشغلانة اللي هتشتغلها؟ ممثل. قلت لي ما كنتش فنان فقلت لك ممثل عادي جدا. لو ما كنتش ممثل هتشتغل ايه؟ فنان. أكتر أغنية بتحب تشغلها؟ احمد سعد، اغنيه كلها بهجه وسعيده جدا. النهارده زي بكره زي بعده، كل يوم كل يوم عن يوم، وانا مشتاق ليك كل يوم. اغنيه في منتهى الطاقه الايجابيه. اكتر تعليق مؤثر هتفضل فاكره في ذاكرتك؟ ان لما عملت هذا المساء فكان الناس بتشبهني بالراحل العظيم الصديق العزيز اللي انا كنت من عشاقه الاستاذ خالد صالح. اكتر فنان او فنانه نفسك تشتغل معاهم؟ اكتر فنان او فنانه نفسي اشتغل معاهم، اشتغلت معاهم كلهم حبايبي. اي فنان حلو بحب اشتغل معاه. طب في حد لسه ما اشتغلتش معاه نفسك قوي تشتغل؟ والله تقريبا كلهم اشتغلت معاهم، ما فيش حد ما اشتغلتش معاه، يعني ما اشتغلتش معاهم ماتوا، بس في حد بحب دايما اشتغل معاه، الاستاذ احمد عز انا بحبه. اكتر عمل فني بتحبه جدا ليا ولا في العموم؟ لا في العموم بتحب تتفرج عليه وانت قاعد في البيت مثلا. اي حاجه فيها الكائن اللطيف اللي اسمه اكرم حسني بحب اتفرج عليها، والكائن الالطف اللي اسمه احمد امين بحب اتفرج عليه.